أنا ليتي ما أنا ليتي أشكون اللي عنده ليتي ما الخوي 19 هو مول ليتي يلا أنا ليتي سبت ليتي أكو تنقيلو من الصباح من الصباح حتى ل 9 يلا مشو مضروب ليه 926 وهاد الكوارتية ديال المغرب بصفة عامة كنشوفو هاد الناس ما واخدين لهمش نظرة عليهم كاع والو حتى شي حاجة ما كي وهما الدرك عليهم ملي كيصبح الصباح هو الأول حتى الأخر كاين شي شيفور راه تيعطيه كاين شي شيفور ما تيخلصوش والعراقيل والمشاكل والصداع وكلهم ملي كيشكي من جهة هاد الناس المسؤولين ما تينتظروش لهاد المنظمين سيارات الأجرة راه عليهم درك كبير واحد الدرك كبير لا بالنسبه للقطاع ديال السيارات الاجره الصغيره ولا الكبيره ولا بالنسبه للكيران كلهم هما المسؤولين هما الناس اللي لاباس عليهم مالي المعقول راهم جالسين والكرسي هو اللي تياخذ العصا دابا تنطلبوا من هاد الناس المسؤولين ينظروا فينا حنا قفاف ديال سيدنا ما كيوصلوناش شحال من حاجه ما كتوصلناش حنايا كاع هاد المنظمين الاسره منظمين سيارات الاجره هما الاولى واكلين العصا مثلا هاد الدعم خرج المول الملك الشيفور مسكين ما خرج له والو هو اللي كيمشي يدير المازوت الكرسي حتى هو ما تيدي والو من هاد الدعم تنطلبوا من المسؤولين والناس الكبار وزاره النقل تشوف ودير نظر احنا لا تغطيه صحيه لا دعم لا حتى شي حاجه عطاك شي بركه داك الشيفور تبارك الله ما عطاكش راه كتمشي طويل عند وليداتك واش انا دابا رمضان شغان ندير لهم بالنسبه لي ما خلصونيش هاد الناس واش ندخل نقول لهم راه ما خلصونيش لوليداتي خصو يكون عنده حسن السيره ديالو وحسن السلوك والمعامله ما يكونش عنده سوابق وتنتمي لذاك الحي اللي كيكون فيه الستاسيون ديال سيارات الاجره باش يكون تعرف الحي تعرف اللي مزيان من اللي خايب تيحكاش عاد لو الشيفور يوصل شي مشاكل مثلا تيتسرقوا لهم الشككر هو تيقدر يوصل لهم الحوايج قبل ما يوصل لهم الشيفور تيتدخل وبزاف الحالات بالنسبه للدعم ما كيعطيونا دعم حنايا والو محرومين من الدعم بصفه نهائيه لا قفه ديال سيدنا لا شي دعم ديال الدوله ولا والو الا ما عطالك الشيفور راك ما غتاكلش الكرسي الا ما كانش هو داك الطاكسيات غادي تبقى عندهم التروبيله ما كاينش اللي غادي يقبط من النظام الكرسي تينظم تيقيد النمره تبع نمره تيعطي المول النمره وتيدير لهم النوبه على الكرسه مثلا جات شي كرسه غيمشي لفاس ولا للدار البيضاء هو اللي كيدور بداك القوم بداك الدور تيعطيها للشيفور تيتفاهم معاه تيعطيه الكليان هو كيدير معاهم الثمن وتيوصلهم اذا الكرسي هو مول الدور هو اللي كيدير داك الدور ديالو ماشي الشيفور الشيفور راه في طوموبيلتو كيخسر عليك واش قيدتيني ولا لا الا ما قيدتيش راه عندك مشكل يقدر ما يخلصكش يقدر يدير لك مشكل مع المسؤول تنقولوا حنا لامين تيمشي لعندو كيشكي بيك يقدر يوقفك واحد السيمانه ولا ما خدمتيش ديك السيمانه راه ما عندك منين تدخل القوت للوليدات وبزاف المشاكل اللي جا عند الكرسي مشات لك شي تليفون ولا ساروت من اليوم هي دابا واحد شويه مشاو للسيده سوارت ديال الدار قالت لي راه ما عنديش باش نحل الباب بقيت تنقلب حتى جبت لها السوارت وعطيتهم لها تيطيح تليفون لشي واحد كاين شي شوفور وجه خير ما تيطمعش تيجيبوا لك انت الكرتي كتولي تردوا لمولاه فاش كيصوني كتقول له اجي اخويا التليفون ديالك الكرتي في البلاصه الفلان الفلانيه وبزاف الامور سيكان حوايج شحال من حوايج كنطلعهم للبوست ديال البوانتاج في حالات ما كيجيوش هما ليهم انا تيخلصني داك الشيفور اللي كنقيل الخدام معاه من الصباح حتى العشيه مره يعطيك درهم على حساب الخدمه مره جوج دراهم الا دار معاك مزيان سيعطيك ثلاثه دراهم انا مثلا اليوم راني واقف من السبعه الصباح انا مازال واقف الفم ديالي راه يبس ما بقيتش نقدر نوقف ثمن مناسب وغادي نخدم نهار وغادي نجلس يومين شرحنا ثلاثه الناس هنا كنخدموا ثلاثه الناس كلهم بوليداته دايرين النوبه كون نهار تيخدم واحد دابا انا خدمت اليوم غدا غيخدم واحد السيد اخر وبعدو غيجي الثالث الا صورت واحد 2400 راه غادي نجلس في الدار حتى تكمل والا خوات لي بوطه ولا جا الماء والضو راه عندي ما عندي باش ناكل الثلاجه راه غتكون خاويه علاش ديك 2400 واش نعطي بها نخلص بها الضو ولا غادي نعمر بها التليليجه ولا غادي نجيب بها راكم عارفين رمضان دابا العواشر شهيوات انا ما قادش على داكشي علاش الاجره ضعيفه تقريبا 800 ريال في النهار هي اللي كيصور هذا العبد المذنب واللي قال شي حاجه يجي يواجهني تناخذهم كاملين ديك 2400 تنديها للدار شنو خاصك المراه خصني هذه وخصني هذه وخصني هذه
صافي هادشي اللي كاين، شي دعم ولا شي حاجه ما عمرنا وصلنا. هادي دابا 18 سنه وانا خدام مع هاد سيارات الاجره. بديت في مرجان المارشي السوبر 2005 شهر 5 راني في مرجان السوبر، تما داني المسؤول ديال سيارات الاجره، بديت معاهم. كنا عندنا ستاسيون تما، دابا حاليا رجعوني للمرجان السكنه، المسؤولين هما اللي كيتحكموا، تنقولوا حنا لامين، جابوني لهنا المرجان السكنه فين كنسكن بالضبط. دابا انا 18 عام ولا 19 عام وانا في عمري 54 عام ما تنشوف حتى شي حاجه، الا متغدى ما عندي باش يدفنوني، اقسم لكم يمينا ما عندي حتى 1000 ريال دايرها ريزيرف في الدار. كنصور يومين، دابا انا خدمت ب 2400، غنجلس غدا وبعد غدا حتى بعد غدا عاد نجي نخدم. الحوايج الزوينه وهو فاش يدوز النهار على خير وبخير بلا مشاكل، والنهار الخايبه كتلقى المشاكل من الكليان من الشيفور من جميع المسائل من كل طرف. كيجي شيفور يبغي يدير معاك المشكل راه كيدير لك المشكل، كيجي كليان مثلا ما تيبغيش يركب لك في ديك ال 240 شنو تيقول لك لا اعطيني اخويا طاكسي اخرى، وهذيك الطاكسي ما يمكنلكش تعطيه يركب حتى يركب داك تيعمر داك الطاكسي الاول ديال 240 دوسون 40 القديمه. هنا كنلقاو المشاكل بزاف مع لي كليون، وبالخصوص في ديك الايامات الاولى فاش كانت زياده لا وازيد بلاصه نقص بلاصه، وصلنا كاع حبسنا. وراه عندي واحد الفيديو ان شاء الله راه بغيت نطلقوه لكن ما عرفتش فين نلوحو. انا ما كنفهمش في هادشي ديال الالكترونيك، انا من الناس د زمان، انا ولد 66 ما عنديش علاقه مع هاد الالكترونيك ديال هاد الوقت هادي، وما عنديش شي حوايج ولكن الله غالب. حاجه خايبه ما عمرها تنسالي، كانوا داروني غارديان في واحد البلاصه ممنوع اللي يهز منها البلايص، وجا واحد من الناس ديال الطاكسيات وضربني بالطاكسي ديالو باش يهز البلاصه ولا جوج، وزدقت تعقل وجاو عندي المسؤولين ديال سيارات الاجره والناس الحكومه بقاو يرغبوني. هذا هو النهار الخايب اللي دوزت في الطاكسيات، ضربني شيفور الطاكسي وسمحت له، كان معتقل دار ضربني ودار الفرار. ورغم ذلك جاو المسؤولين والناس ديال الحكومه وطلبوا مني نسامح له وسمحت له بدون مقابل، حتى الدواء شريته ودوزت من جيبي، وسيمانه وانا جالس في الدار ضربني الركبه ديالي في الرومبون ديال الهدي، ما واخدش حقه 100%، ما عنده حتى شي غرام ديال الحق ديالو من عند الدوله. الشيافر كيتعاملوا معاه بحال خماس، الا بغاو يجريو عليا دابا من غدا يقولوا لي ما تجيش ما تجيش، وانا 18 سنه وانا معاهم، واش غادي نمشي نتعلم عاد الملاسه ولا الياجور؟ ما بقى لي ما نتعلم، انا شربت. تنطلب منهم الله يجازيهم بخير، اللهم تعالى يصوب، والله يبعد علينا هذا البلاء اللي بقى، والله انت عليه يهز علينا هذه الحرب اللي دايره. تنطلب منهم يتفكروا مونتي من سيارات الاجره، يتفكروهم اي واحد شويه وشي مناسبات حتى هما يتعاونوا معاهم، بحال مثلا في هذا رمضان ولو غير قفيفه الا عاونونا بها راه غنتنفسوا، غنقولوا الدوله عاوناتنا. وهذا السيد هذا كيقيل من الصباح حتى العشيه، كاين راه شيفور خدام معاك ماشي كيبغي يسرقك، راه تينسى حتى هو الله يحسن العوان، ما تيعطيكش، إلا ما عطاوكش خمسة ولا ستة راه كتحس بالروسيطة حتى أنت ناقصة عندك في الجيب. إذا في العشية كتمشي كتلقى داك الشيء ديك البركة ناقصة، كتحاول تفرقها على ثلاث أيام، غتجلس ثلاث أيام في ديك 2000 ولا 2400 اللي قلت، وكي غندير لها 2400 على ثلاث أيام، إلا خوات لي بوطا ولا جاني الماء والضو راه ما نعيش ديك اليومين، ما ناكل ما نشرب. السلام عليكم وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.